شفك ما تحت ومحكي لنا ليش دعوة. طيب خلص ملك الجو وانفتحت السيرة لحد حمق بدك مر. انت بدكيش تضب الجوال؟ لا بديش اضبه. ضبيه اذا هالمس اجت واخذت وسحبت منك. تسحبه مش مشكلة. ضبيه احسن لك. لا بديش اضبه. طب ماشي ماليش دعوة فيكي بس بدي احكي لك شغلة عشان ما احكيش للمس. بدك تغششيني. لا بديش اغششك. لا بدك تغششيني. ومين كان انت عشان اغششك؟ بجيب لك بجيب لك اخويا وابن عمي. جيبيهم. بس نحن بديش تغششيني. هيدا بشتغلي بس بعد. لا لا اشوف ديرك انت فينا. اشوف امي بسرعه. ما هي مس مخبيات بعد جوال معي بس ما بدي اياك. بنفعش كيف بكون معك جوال يعني بالامتحان؟ اعطيني اياه بسرعه. يا مهم شو مهم يعني بتغشي منه هاتي. اه يعني بسرعه كاتبه مصوره الكتاب كله. بسرعه بسرعه. طب هاتي الجوال بسرعه. جايباني جوال على الامتحان من امتى هذا الموضوع؟ شيء طب اسكتوا كنت انت خلاص حتروح حتروح وتكي جدا خلاص اسكتوا خليك بحق. سؤال اخير مين مبرشم؟ اللي مبرشم بسرعة يحكي عشان ما بطلوش عندي في الامتحان. مش انا يا مس. والله طيب اللي مبرشم عندي بعرفه خليكم. طيب بحكيكم عشان لقى الموزع الامتحان. اللي بيجيب 10 من 10 حياخد المراية هذه هالمراية بتضوي. واللي بيجيب 9 اهون شوي حياخد هذا التبدو. تمام شدوا حيلكم وجيبوا على راسي كويس. انا ان شاء الله بتجيب كل واحد حسب ما درس. ما حدش يقولي انا مجيب 10. ما تغشوش كل واحد في ورقته واللي حل كل واحد ايش دارس يحل. يلا يا جنى هات الكتاب هذا. مين قالك تاخذي الكتاب هذا اصلا؟ ممنوع ممنوع الكتب. يلا حلي وحدي يا جنى دير وشك. ان شاء الله بلشت امتحان سبب هذا. والله اللي دارس كويس بحل. انا دارس. يلا انت شاطر. يلا يلا حلو. يلا بدون صوت ما ينفعش الكلام بالامتحان. جود ايش بتمتم؟ اسكت يا جود. يلا كل واحد يحل اللي درسه واللي فاهم. يلا يا اختي حلي. ايش مالك؟ ايش في مش دارسه جاي على الامتحان؟ طب حلي يلا ما تقعديش تبرمي. يا الله ويا الله وانت حلي ولكن الجوال كنت مبرشمة عليه انت. لا يا الله. يلا عندي بشوف علامتك. يلا 10 من 10 علامتك. يلا حلي. طيب يلا حلي. ايش يا احمد؟ ايش بتنمتي مع دكتور؟ دكتور مش بحكي الامتحان سبب. طب صعب اللي مش دارس صعب. ماشي يا حلا ماشي بتوزي علي. حلي يا اختي هذا دليل انك بس شاطره في الغش وبتحكي للمستوى وبدي اجيب 10 من 10. انا شوف 1 من 10. بدي اشوفك انت ما تطلعيش علي. انا درست. طب ليش بتقولي لي غششيني؟ ولا بس شاطره تقولي غششيني؟ يا اختي انا درست. جود مش عارفة أحل حاجة وأنا كمان مش عارفة أحل حاجة. جود وجنى إيش في؟ بتغشوا قاعدين من بعض؟ بنغش يا شمس. عيني أنا قاعدة. عينيك في ورقتك طلعش على غيرك. عيني قاعدة. حلو يلا شاطر نشوف بدك تفلحها ولا لا. يلا يا جماعة الورقة تاعتك بتخلص. طيب 5 دقايق اللي خلص يضل مكانه لما يخلص الورقة تاخذ منكم كلكم. يلا حلو وانت يا سعد.
ايش هذا يا احمد؟ شوفوا يا احمد الكاتب. هات قلمك بسرعه. صفر صفر يا روز. حرام عليك يا ولد. حرام عليك الغش. حلو. حرام عليك. سوي صفر اخذت لي. والله حرام عليك يا ولد. حيفا شو ما طلعتها من جيبتك. شوف انا مش من امتحان. لا يا سياب وشو هذا اللي انا شايفاه؟ والله يا عبد المجيد تستاهل. اللي بدرسش هيك بصير فيه. شفتوا عشان احمد برشوها صفر. هيو يلا خلص الوقت. اعطوني الورق. اللي درس علامته حتكون واضحة، واللي ما درسش أكيد حيكون ناخذ صفر. هلا بدي أظلم الامتحانات. مش اسمع ولا صوت. أنا باخذ 10 من 10. بدنا نشوف عشرتك هلا. بصي أنت كل اللي جابت الامتحانات. كيف يعني ما أخذتيهوش؟ كيف؟ أنا جايب الامتحان من وين؟ من الكتاب، من الكتاب جايباه. أنت ما أخذناهوش. لا أنت مش دارسة يا حبيبتي، أنت مش دارسة. اللي درس حل النية. بديش اسمع ولا صوت. والله صعب انت. عيطوا عيطوا على علاماتكم اللي جبتوها. لا انت ما عرفتوش حاجة. بديش اسمع ولا صوت وانا بصلي. ايش هذا غلط؟ طيب ماشي. هاي الجلسة تبعتكم هاي ها؟ غلط. خدي راما 7 من 10. ليش جايبة 7؟ شدي حيلك المرة الجاية. أحمد صفر يا أحمد. يا أنت والله عيلة مش عيلة. بتفرشي هاي فرشو بدك عندي. مش عيلة. بتكتب على اسمك وعلمها على المدرسة. عيط خلي عيال تبرشم بعد. صفر. شفتوا كيف اللي بغش؟ خلي حدا يبرشم بعد هيك. صح صح يا رب. صح صح. كادي بنت محظوظة اللي جايبة كلهم صح. أكيد أنا يا أختي ما درست مش زيي بغش. سبعة من عشرة. عشرة من عشرة يا حلا. ممتازة. تعالي خدي وراتي. شفتوا كيف المدرسة بتقولي لي من وين الامتحان؟ من وين هيها؟ جابت 10 من وين جابت؟ يمكن وراتي. لا حلا هيها. يلا اللي بعده. حلا هذه صحيح لك. تعالي نسيت. بجيب 10 بعطي جوائز. ادرس المرة الجاية. يلا يا حلا شاطرة. سحبونا يا سحبكم. غلط. ايش في ايش بتطلعي عشان وراتك؟ كلها جايبها غلط وراتك. رايحي حالك. وراتي انطر؟ اه ارتاحي وريحي حالك. وراتك كلها غلط. وانا ما سعدتش يا بنت. هلا بحكي لك بس تيجي وراتك. فايزة 4 من 10. وانا انطر. انطر ليش يا انطر هيك؟ شو ليش؟ دراستك هذا حطيت علامة مني ربع بعد. يلا. هيك راسبة انتي. انتي هيك راسبة ماشي؟ بتدرسي المرة الجاية كويس. يلا اقعدي. طيب يا كندي وجوي كل شوي انا وانا بدي اشوف انتي جايبين انتو الاثنين. اصبري بس تيجي ورقتك. جنى 5 من 10 يا جنى. 5 من 10 يا جنى. ناجحة نجاح يا جنى. خذي تعالي ورقتك تفضلي. عاد تقولي بدي اجيب 10 بدي اجيب 10. ترى ما بتدرسي كويس. غلط صح غلط صح. ايش هذا؟ دفتر مين هذا؟ ورقة مين؟ جود. هذا ورقة جود. ايش هذا يا جود؟ غلط صح. ايش هذا؟ هاتي لي ورقتك. هاتي لي ورقتك شوية. ايش هذا؟ انت حل سؤال غلط وحل سؤال صح، وانت حل سؤال غلط وانت حل صح. ايش هذا؟ لا يا يعني انتم متفقين شكلكم؟ انتم دارسين ان متفقين؟ لا. ولا غشين من بعض؟ لا. اه كيف هو سؤال غلط انت صح وهي صح انت غلط. ايش هذا؟ وجود نفس العلامه زيك 5 من 10. يعني انتم الاثنين غشين من بعض كاينين صح. تعال خذ وراتك. تعال يا متفقين صح؟ خذي ورقتك تعالي وانت خذ ورقتك. المرة الجاية إذا بتعيدوها هصفر لكم.
ايش هذا؟ كل امتحان خلاص؟ يا ماما قولي لي اسمي نانا. شكلها اسمك. ديما. تعالي يا ديما خذي. ثلاثة من عشرة يا اختي. شكلي مبرشمة على الجوال والله. خذي تعالي. والله ما مبرشمة. هي اللي ادتني اياه. ماما سلام يا عمتي السلام. ماما مش جوال ثلاثة من عشرة تفضلي. ما انت اني اجيب 10 من 10 بس ما جبتي. كنت بتحلي مع الملائكة صح؟ خمسة من عشرة. جبتي ثلاثة؟ خلص اسمع على صوت خلص كده امتحانك وروح ادخل علامته واللي مش جالس كويس يجد حلو واللي راسي يجد حلو برضه يلا اتفضل كل واحد يطلع برا يلا تعال شايف يا روش وتوزينا جبت خمسة من عشرة كله منك لا انت كله مني انت اللي غشيت انت اللي غششت اصلا انت اللي حكيت لا شفت البيت اللي ببرشم على الطبخ انا كله مني ايش كله مني هالقد انا بس انا درست وجبت 9 والامطار